هي كارثة ليس إلا. هكذا تحكي معدلات البطالة في اليمن بعد أن قفزت إلى مستويات قياسية جديدة بحسب التقرير الصادر عن مركز الأبحاث اليمني للاقتصاد، إذ وصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 64%، تتراوح أعمارهم ما بين 30 وحتى 60، فيما وصلت النسبة إلى 54% بين صفوف الشباب. وصلت نسبة البطالة بحسب التقارير إلى 64% ما بين الذين وصلت أعمارهم أو ما 30 إلى 60 عاما، أيضا 54% في أوساط الشباب، وبالتالي فقد الكثير من الناس أعمالهم بسبب الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع، وأيضا مما أدى إلى فقدان الناس كثير من أعمالهم في القطاع الخاص والوظائف الحكومية، أيضا بسبب ما تفرضه هذه الجماعة الانقلابية على القطاع الخاص من فرض إتاوات وجبايات، مما اضطرهم للتسريح كثير من العمال. تسببت الحرب بانتشار الفقر وتفشي ظاهرة البطالة، خصوصا بعد سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة وإغلاق معظم الشركات الخاصة جراء فرض الإتاوات عليها، مما تسبب بفقدان الكثيرين لوظائفهم. بسبب الحرب الهمجية التي قام بها المخلوع والانقلاب التي قاموا به الميليشيات الحوثي والمخلوع على اليمن بشكل عام وعلى مدينة تعز بشكل خاص، أدى ذلك إلى إغلاق كثير من الشركات الخاصة، وكذلك قاموا بفرض ضرائب على الشركات الخاصة بما يسمى الخمس، أدى ذلك إلى وقف الشباب عن العمل، وكما ترون البطالة زادت والشباب يعانون من فقر. توقف الحرب وامتراج الأزمة مطالب لطالما رددها السكان كثيرا في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية وغلاء الأسعار. البطالة والفقر عجلة تسير بالبلد نحو الهاوية، وتجعل مستقبل اليمنيين أمام طريق مسدود ما لم تتوقف أدوات حرب الميليشيات كما يتحدث المواطنون. حمزة أمين لبرنامج المنصة، تعز.